عليك. صباح الخير. ايه مساء الخير، كيف حالك؟ انا عارفك صباح مشان تضحكني، ضحكت بس شفتك اصلا انا. طب تعرف شو اللي بيشوفك ومريض بيشفى؟ الا اكيد مجبورين، هاي شغلتي انه لازم بني ادم يشفى. طب انت المهرج الطبي، انت اشهرهن طبعا، للصغير ولا الكبير؟ لاي نستطيع ان نشير لاي جيل؟ للكل، من صفر ل 110 120. ابن 50 جدي بيقبل حدا يهرج قدامه يضحكه؟ اكيد، ما هو لما البني ادم يكون مريض وموجود بالتخت بيكون نفس الشيء زي الطفل، يعني بده يشرب كوبايه مي، بده حدا يجي يوسي يحكي معه، يعني كمان بني ادم هو قاعد بالتخت. ما هو مرات احنا بنمرض شوي حم بنصير احنا خاصيه الزلام النسوان اقوى منا، بمرضوش النسوان، الزلام بمرضون، النسوان بمرضوش. طيب اكتسبت هنا شعبية زيادة على الشعبية اللي عندك. حدثني عن افتتاح المدرسة أو الدورة الجديدة في شنايدر. أنا بعلم صار لي 15 سنة تهريج طبي بالمدارس مثل كابول، طمرة، شفاعمر، دبوري، دير حنا. عم بعلم تهريج طبي صفوف عواشر عشان يعملوا 60 ساعة تطوع في المدارس. فإحنا اليوم حاولنا أنه نقرب نطورها، نعملها أكاديمية للتهريج الطبي، لأن يكونوا عرب ويهود مع بعض. ففتحنا الدورة والأكاديمية في قلب مستشفى شنايدر عشان لازم نعلم ونطبق. نعلم ونطبق، ما هو بينفعش أنا أجي علمك تئوريا ومش عارف شو عم بيصير بالمستشفى. فإحنا بنعلم يوم تعليم، تاني يوم تئوريا، تيجي تشتغل معي كمهرج طبي في الطوارئ، في العمليات، في التبوليمرات، في كل المحلات، في وين موجودين. مين بيقدر يكون أو يجي يتعلم يكون مهرج طبي؟ أنا محمد شيخ خليل بغداد. أول واحد أنت حطيت لك خشم أحمر، شايف؟ لو انا معك بالاستوديو كان حطيت لك خشم احمر واشتغلت معي من بكره، شوف محلى الحواجب اللي عندك، يعني انت يعني 100% مهرج طبي. شوف الشعرات اللي بالنص الفين، يعني بس حطيت لك خشم واشتغل عادي. اللي بتقدم اللي بتسجل، اي واحد بتسجل بتقبلوه سرحان؟ لا، احنا في عندنا شروط للتهريج طبعا، هذا مواصفات. لا بس انت مواصفاتك حلوه، تطلع محلك بالتلفزيون. فاحنا مواصفاتنا انه لازم نشوف شو الخبره تبعته، وين متعلم، ايش متعلم، ايش بنقدر نساعد ندفش، لانه احنا نعطيك اداء جديد للتهريج الطبي. فبكون عندنا بكون قاعدين ثلاثه مهرجين اطباء، وبنعمل زي بتقول اختبار صغير عشان نعرف شو بنقدر نساعدك. كيف الاقبال على التسجيل؟ والله صاروا مسجلين كثير، وراح نفتح كمان كيبلوها اربع دورات جاي. عرب ويهود ولا للعرب فقط؟ عرب ويهود. أنا بعلم عرب دائما، بس المرة نفتح كمان مجال عرب ويهود يكونوا مع بعض، لأنه بالمستشفى في عرب ويهود بالمستشفى. ذكور وإناث ولا الأكثر إشي ذكوري عم بيجي عليه بشكل عام للتسجيل للدورة؟ والله إناث أكثر من الذكور، غريب. طب يعني اللي عم بيشوفنا بقول طب أنا فوتت وتعلمت وتخرجت، مربحة؟ هل هي مهنة سأمتهنها وأعيش منها؟ اليوم صار فيه هي مهنة ومطلوبة في دولة إسرائيل، لأنه إحنا أول بلد بالعالم إنه بنشغل مهرجين أطباء في المستشفيات وبندفع لهم على الساعة وفيها ربح. أنا كمهرج طبي اليوم أنا بشتغل في مستشفى هيرتليا ميديكال سنتر، مستشفى أسوطة، بنعالج الأطفال اللي بيجوا على الجاسترو، بيجوا يعني كل مستشفى لنا دورة معينة للتهريج الطبي. أما كورونا اللي انتشرت ومنتشرة وقت، فيش تهريج في الكورونا؟ فيش تهريج أول الكورونا صح 100%، أول شهر ما اشتغلناش، تاني شهر فصرنا نلبس كل الوقاية عشان الكورونا، لأنه الولد انظلم. يعني لما أنت بتعطي دم للنخاع الشوكي للطفل مريض السرطان، فهو بيكون بالأوضة 3 أشهر. فإحنا كنا نيجي نلبس كل الوقاية ونيجي نلعبه ونضحكه شوي عشان نرجع له جهاز المناعة. أنا بدي أمتحنك، معك 20 تاني، هرج فقط 20 تاني. أول إشي مرحبا للجميع، احنا في قناة مكان، يعني مكان غاد مش هون، وبدي كل الناس اسا تفكر بعدد زوجي، وانا راح احذر. واهم اشي يكون عدد الزوجي هو يكون بين 1 لـ 3، وما حداش يقول لي انا راح احذر. 1.5 واحد ونص. شكرا جزيلا لك يا سرحان، امتعتنا. شكرا جزيلا. شكرا لك.